جينا نصور لكم شقة في هذا المجمع، مجمع راقي، مجمع مخدوم، مجمع يعتبر المجمع هذا من أفضل المجمعات اللي موجود في منطقة يمرة اللي يحبوا الخليجي. المجمع عبارة عن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 أبراج زي ما شايفين. موجود في المجمع المسبح، مسبح خاص بالأطفال، مسبح خاص بالكبار، جلسات عائلية زي ما احنا شايفين، بالإضافة إلى المساحة الخضراء. وعندنا أيضا منطقة الألعاب، منطقة ألعاب رياضية، ألعاب أطفال، جيم مفتوح، بالإضافة إلى الكابليات اللي موجودة في المجمع. عندنا أيضا حراسة أمنية 24 ساعة على مدار اليوم، بالإضافة إلى خلف البناية هذه بجوار السيارة هذه سوبر ماركت يخدم المجمع ككل. الموقع منطقة يمرة، المسافة بين الموقع والساحل اللي هو الشارع العام تقريبا 400 متر، وبين الموقع جواهر مول تقريبا 3 دقائق، بين الموقع والمطار تقريبا 5 دقائق، بين الموقع والميدان تقريبا 10 دقائق. مجمع جميل زي ما شايفين، يعني يعتبر ككومباوند متكامل. نصور لكم الآن شقة في الدور الثالث في البناية هذه، تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة فوق. وصلنا الدور الثالث، في كل دور موجود 3 شقق، شقتين أمامية وشقتين وشقة خلفية. نيجي نصور لكم شقة 3 غرف صالة، الدور الثالث، شقة رقم 10، مساحتها 165 متر مربع. أول ما نخش هنا عندنا الأرضيات زي ما احنا شايفين كلها باركيه درجة أولى. المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. يمينا هنا دورة مياه ولونة الكرامة، مقابل دورة المياه عندنا هنا الصالة. شوفوا مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله، أرضيات كلها باركيه درجة أولى. الواجهة واجهة بحرية زي ما احنا شايفين، عندنا إطلالة البحر من هنا وإطلالة على المجمع وعلى المسبح. في مخرج للبلكونة من الصالة، بلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ وغرفة. هذه الإطلالة من البلكونة، شقة رائعة جدا بإطلالة مميزة. نكمل تفاصيل باقي الشقة. الشقة كلها تدفئة مركزية زي ما احنا شايفين، والممرات أيضا. بجوار الصالة عندنا المطبخ، دواليب المطبخ ما شاء الله تبارك الله راكبة وجاهزة. نوعية فاخرة ما شاء الله. زي ما قلت لكم أيضا مخرج البلكونة من المطبخ. كمل تفاصيل الشقة. جوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى، مساحة الغرفة جيدة، وهذا المخرج الثالث اللي قلت لكم سابقا وإحنا في البلكونة، أن البلكونة مشتركة بين الغرفة هذه والمطبخ والصالة. بجوار الغرفة الأولى هذه الغرفة الثانية، مساحتها أيضا جيدة ما شاء الله تبارك الله. مقابل
الغرفة الثانية دورة مياه رئيسية تابعة للشقة، عندنا المروش بنظام جاكوزي والكلوزيت والمغسلة، وأخيرا غرفة النوم المركز الرئيسية، مساحة جيدة. مساحة غرفة النوم لها حمام خاص فيها، مروش زي ما شايفين، وعندنا المغسلة. فزي ما شرحنا في بداية الفيديو أن المجمع في منطقة يمرة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.